السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. وهذا الفيديو غادي يخص إن شاء الله مكون الصرف والتحويل في مادة اللغة العربية. كدرت معكم الشكل وفهم المقروء، اليوم إن شاء الله غادي نديرو مكون الصرف والتحويل وكذلك مكون التراكيب وكذلك الإملاء. إذا نبدأ على بركة الله. مكون الصرف والتحويل عليه 10 ديال النقط. السؤال الأول: أصنف الأفعال التالية حسب الجدول. إذا عندي استظهر، عمل، هدأ، انطلق، استقال، نوى، تفاعل، وصعيد. إذن عندنا الأفعال المجردة والأفعال المزيدة. الأفعال المزيدة معناها ما زاد عن أحرفه الأصلية بحرف أو حرفين أو ثلاثة. إذا بالنسبة للأفعال المجردة هي اللي كتكون من الحروف الأصلية فقط. إذن هنايا عندي استظهر، استظهر فعل مزيد، نعم استظهر، استظهر. ثم عامل، عامل فعل مجرد ثلاثي. هدأ، هدأ نفس الشيء. انطلق فعل مزيد، انطلق. ثم استقال نفس الشيء، مزيد استقال. نوى هو فعل مجرد. تفاعل فعل مزيد. وصعد، تفاعل هي هذه، وصعد فعل، نعم مجرد صعد. إذن عمل، هدأ، نوى، صعد هما أفعال مجردة، بينما الأفعال المزيدة استظهر، انطلق، استقال، تفاعل كلها أفعال مزيدة زاد عن أحرفها الأصلية بحرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف. دوزو السؤال الموالي. دائما في الصرف والتحويل. اثنان: جرد الأفعال التالية من حروف الزيادة. إذن هاد الأفعال هادو فيهم حروف الزيادة، إذن غنحيد لهم داك حروف الزيادة. إذن هنا ناقش، الأصل ديال الكلمة هو أو الأصل ديال الفعل هو ناقش. أنا زولت حرف الزيادة وهاد الألف هاد. استخرج، خرج، خرج. استقل، قل. إن عرج، عرج. إذن هادو الأفعال مجردة. إذن إما السؤال كيكون جرد الأفعال التالية من حروف الزيادة، أو اجعل الأفعال التالية أفعالا مجردة، مفهوم؟ السؤال الثالث، انتبهوا معي دائما، أتمم الجدول التالي. إذن غنكملوا هذا الجدول. عندي الأفعال المجردة، هنا عندي الأفعال المزيدة، هنا عندي حروف الزيادة. إذا سالمة حروف الزيادة ثلاثة أحرف، إذا سالمة هتولي استسلم، استسلم. إذا زدنا الألف والسين والتاء، كانت غير سالمة ولات استسلم. كشف، حروف الزيادة حرفين، إذا كشف، اكتشف، اكتشف، اكتشف. نعم إذا حرفين وما تاء والألف. خرج حرف واحد، إذا أخرج، أخرج. إذا أخرج هو فعل المزيد، شحال زدناه من حرف؟ زدناه حرف واحد وهو حرف الألف. دوزو للسؤال الرابع. دائما في مكون الصرف والتحويل. رابعا: أصنف الأفعال التالية حسب الجدول. إذا عندي الأفعال، عندي الفعل الصحيح، هنا عندي الفعل المعتل. الفعل الصحيح كما كنعرفوا يتكون من الفعل السالم المضاعف والمهموز، بينما الفعل المعتل كيتكون من الأجواف الناقص المثال لفيف مفروق ولفيف مقرون. نبدأ بطاف. طاف هو فعل ماذا؟ وفعل معتل أجوف. علاش؟ فين هو حرف العلة؟ كاين في الوسط، طاف. نعم. ثم ملأ، ملأ فعل صحيح مهموز، ملأ. وجد، وجد هو فعل ماذا؟ فعل معتل مثال، فعل معتل مثال، وجد. إذن فينا هو حرف العلة؟ كاين في الأول، أول الكلمة وجد. مد هو فعل ماذا؟ فعل صحيح مضعف، إذن فيه التضعيف، مد. رعى هو فعل ماذا؟ فعل معتل ناقص، رعى. وعى وهو فعل معتل لفيف مفروق، وعى. ثم أخيرا شوى لفيف مقرون، يعني فعل معتل لفيف مقرون، شوى.
شاور. إذا وبالنسبة بقت لنا كلمة واحدة ما درناهاش، هي هذه صاعدة. صاعدة هي فعل، أو هو فعل صحيح سالم. صاعدة. ندوزو الآن إلى المكون الثاني ومكون التراكيب. نبداو بالسؤال الأول، أبين نوع الخبر في الجمل الإسمية التالية. إذا عندي الجمل هما هادو ونوع الخبر هو هذا، اللاعبون في الملعب. نوع الخبر، إذا هنا الخبر مالو؟ إذا اللاعبون بطبيعة الحال هو مبتدأ، في الملعب خبر. إذا هنايا شبه جملة، جال الخبر شبه جملة. إذا هنايا نقولوا شبه جملة، شبه جملة، شبه جملة يعني من الجار والمجرور. نعم، جار والمجرور. الجملة الثانية، الأم تعد الطعام. الأم تعد الطعام. إذا هنايا بعد في الجملة الأولى في الملعب، هنايا تعد الطعام، تعد الطعام. إذا هنايا الخبر الأم مبتدأ، هنا الخبر جاء جملة فعلية، جملة فعلية. إذا ابتدأ بفعل، هنايا تعد، تعد ماذا؟ تعد الطعام، مفهوم؟ إذا جملة فعلية. الطبيعة مناظرها خلابة. إذا مناظرها خلابة بالنسبة لنوع الخبر جاء جملة اسمية، جملة اسمية. إذا جملة اسمية، ابتدأ الخبر بالاسم، ابتدأ الخبر، الخبر بالاسم. إذا الخبر بدأ بالاسم، وهنا الخبر بدأ بالفعل. نعم، هنا ابتدأ الخبر بالفعل، والفعل شنو هو؟ هو تعد. إذا فقط هذا يعني كنزيدهم صافي باش نشرحوا صافي، أما هو المطلوب فقط نوع الخبر. الحياة صعبة، الحياة صعبة، نستروا على صعبة لأنك تمثل الخبر. هنا الخبر جاء مفرد، مفرد يعني عبارة عن كلمة واحدة، عبارة عن كلمة واحدة. الآن غادي ندوزو باش نكملوا التراكيب في الصفحة الأخرى بمايا. السؤال الثاني، دائما في التراكيب أكمل الجملة بخبر مناسب حسب المطلوب. إذن عندي هذا الجدول كيتكون من بعض الجمل ما مكملاش، غادي نكملوها حنايا ونكملوها بخبر. الجملة الأولى الأستاذ، غنكملها بنوع الخبر جملة فعلية. إذا الأستاذ جملة فعلية، يشرح الدرس. إذا يشرح الدرس، هنايا فينا هي فينا هو الفعل هو يشرح. إذا هنايا الخبر يبتدئ بفعل، فعل شرح، يشرح فعل مضارع. إذا الأستاذ يشرح الدرس، هنايا نوع الخبر هو جملة فعلية. هنا التلميذ جملة اسمية، إذا غندير نوع الخبر جملة اسمية. إذا التلميذ لباسه أنيق، لباسه أنيق. إذا لباسه أنيق، هنا الخبر جاء جملة اسمية. نعم، المدرسة غنديرو الخبر مفرد، المدرسة نديرو رائعة، رائعة. أو ممكن نديرو مفيدة، ممكن نديرو جميلة. نعم، إذا المدرسة رائعة، هنا الخبر جاء مفرد. بالنسبة للجملة الموالية، المتعلمون، نوع الخبر شبه جملة من الظرف. المتعلمون نديرو في الساحة، في الساحة. إذا هنايا شنو جانا؟ جانا شبه جملة من الظرف. ملي كنتكلمو على الظرف يعني فوق، تحت. هنايا في، في حرف جر. إذا في الساحة كيبينا بأن هذا راه مكان، يعني المتعلمون في الساحة. نعم، دوزو السؤال الثالث، دائما في التراكيب أكمل جملتين بناسخ حرفي مناسب واشكلها. إذا شكلها يعني غنشكلو هذه الجملة هذه. إذا ناسخ حرفي غادي نبداو هنايا، هنايا كانت الطبيبة، عفوا طبيبة منشغلة بالمرضى، منشغلة. علاش قلنا منشغلة؟ إذا شنو القاعدة ديال كان؟ كانت ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إذا اش كدير؟ كترفع المبتدأ وكنصب الخبر. إذا المبتدأ مرفوع والخبر راه منصوب. نعم، كانت هنايا أمسى،
أمسى المهاجر سعيدا، أمسى المهاجر المهاجر سعيدا. غندير واحد الألف وندير التنوين. إذا هنايا عاوتاني نفس الشيء، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. السؤال الرابع، أتمم ملء الجدول بما يناسب. إذا عندي هنا الجملة أو الجمل الإسمية، هنا عندي الناسخ، هنا عندنا اسمه، وهنا خبره. ظل المهاجر متمسكا بوطنه. فين هو الناسخ؟ وظل، ظل. إذا ظل اسمه المهاجر، ده الاسم ديال ظل هو المهاجر، والخبر هو متمسكا. إذا نكمل، متمسكا هو خبره. ظل المهاجر متمسكا بوطنه، ظل هو الناسخ، نعم اسمه المهاجر، متمسكا هو خبره، والخبر جاء هنا مفرد. مفرد. بات المريض يشكو من الألم، بات المريض يشكو من الألم. الناسخ هو بات، نعم المريض، المريض نعم يشكو من الألم، يشكو من الألم. إذن هنايا جملة فعلية، يشكو وفعل المضارع، يشكو من الألم، إذن جملة فعلية. نعم، ما زال الفلاح في الحقل، إذن ما زال هو الناسخ، الفلاح، الفلاح اسمه وخبره في الحقل، حقل يعني جار ومجرور، يعني جملة اسمية أو لا شبه جملة. إذن في الحقل جاء شبه جملة، شبه جملة من الجار والمجرور. نعم، أصبحت الحديقة أزهارها متفتحة، إذن أصبحت والناسخ اسمه الحديقة، ثم خبره أزهارها متفتحة، متفتحة، نعم أزهارها متفتحة، الخبر هو هذا، أزهارها متفتحة. نعم، ندوز الآن للإعراب. خامسا، أعرب الجملة التالية. إذن سيبا أعرف ولكن أعرب، إذن أعرب إعراب، أعرب الجملة التالية. إذن الجملة هو صار العصفور يغرد، صار هو فعل ماض ناقص، فعل ماض ناقص، نعم العصفور اسم كان، اسم كان مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يغرد هو فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع، والفاعل، الفاعل ضمير، والفاعل ضمير، ضمير مستتر تقديره هو. من غرد؟ هو، هو يغرد، نعم هو. والجملة الفعلية، والجملة الفعلية يغرد، يغرد في محل نصب خبر، في محل نصب خبر. إذن سارة هو فعل ماض ناقص، العصفور اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، يغرد فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية يغرد في محل نصب خبر. نعم، إذا وبهذا غادي نكون كملنا الفيديو اللي كان كيخص فقط مكوني الصرف والتحويل والتراكيب، لأنه إلا زدت الإملاء غادي يجي الفيديو طويل. خليت الإملاء الفيديو آخر إن شاء الله. كنت معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.